أنا عبد الرحمن الجوهر من منطقة الشرقية بالتحديد منطقة الظهران من مدارس الجامعة الأهلية بالظهران. بحثي عبارة عن أخذ أكثر غازين دفيئين يسببون لنا مشاكل في البيئة ومنتشرين، هم غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان اللي هو الغاز الطبيعي حق الطبخ، وأحولهم إلى غاز الاصطناع اللي هو عبارة عن مخلوط من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، نقدر نحوله إلى صناعات عدة كثيرة مثل نقدر نصنع من الكحوليات وممكن نصنع منه بعد البلاستيكيات. الداعم الأكبر لي الحمد لله والديني الله يخليهم لي يا رب، ومدرستي الحمد لله ما قصرت وياي، ومشرفي الحمد لله في جامعة البترول ما قصر وياي. أنا الصراحة ابتكاري حاليا محفز، وأنا أحب التفاعلات، فلما أحسن من أداء شيء فهذا شيء حلو بالنسبة لي يعني. والله كانوا متساعدين مرة من ناحية النماذج حقت آيسف اللي كنا نلعب بيها، متساعدين مرة لما يعطونا توجيهات على أساس كيف نقابل المحكمين.